كنتسناو بفارغ الصبر اننا يجينا شي اخبار يكون تفرح. اللي بغيت نقول هو الاخبار ما كانش مفرح. السلام عليكم الساق وعشيقة الدرجة النارية. اليوم غادي نهضروا على هذا الموضوع هذا اللي غادي يكون خارج على نطاق الدرجة النارية، وغادي نهضروا على ولد قريه وعلى الحكم تاعو اللي تحكم عليه اليوم. واليوم غادي تعرفوا كل شيء. بالنسبه للفيديو اللي ضرب 16 مليون الاقل من شهر واللي كان الاعجاب اكثر، الاعجاب الكثير من الشعب واللي كان في الطوندور شي 3 ايام، واللي اول مره كيدخل القناه مستناو يشارك ويدق على الجرس باش يوصلوا كل جديد. قناوي كان مريح في الدار، جاو اعتقلوه بسبب اللايف. اللايف اللي دار اللي كان تيعبر فيه على داك الشيء اللي وقع ليه، اللي تيقول هو تهان، فهمتيني؟ وقعت ليه اهانه من الشرطه، وقفوا عليه وتيقولك علاش يوقفوا عليا ويديو ليا ديالي ويهونوني ويشتموني وكذا. هي كانت بواحد الطريقه اللي هو كان منيرفي. بوليس اكسيي بوليس اللي واقفين عندنا، شنو خدامي دابا؟ شحال الساعه؟ 4. كل واحد يمرش. علمتم عن تضامنكم، ولكن نريد ان نعرف في البدايه ما هو وضع زميلكم؟ هل هو في السجن؟ هل سيبقى هناك؟ هل سيخرج؟ ما الذي في حاله يقال؟ بالنسبة لأخونا القناوي، تم اعتقاله كما يشيدون بأنه تم اعتقاله على اللايف. اللايف الذي قام به القناوي كان قديما، وتمت متابعته بعد قيام ضجة إعلامية لنا على القناوي، لأن قلنا كلمة الحق في عاش الشعب. القناوي بعام عام عام و500 درهم، شي راه ماشي معقول. أقصى عقوبة راه ما يمكنش. قناوي ربي، وحنا هنايا كنتسناو بفارغ الصبر اننا يجينا شي اخبار يكون تفرح. اللي بغيت نقول هو الاخبار ما كانش مفرح. تحكم باقصى عقوبه اللي هي عام و500 درهم كفاله. انا كيجيني السيد تظلم، علاش؟ سبان وسكران، تسمع الفال، سبان تيسب وفقد الوعي. كيما كنشوفوا كيما شفنا الحكم كان حكم انتقامي، حكم ظالم، حكم اللي ابسط حاجه نقولوا بانه حكم انتقامي ب 100%. علاش هذا السيد هذا يتعتقل بالطريقه هذه؟ علاش يتم المساءله ديالو والمحاسبه ديالو بهالطريقه هذه؟ السيمو القناوي تيبقى مغني من المغنيين اللي رموز الفساد اللي كينهبوا من العام. هذوك هما اللي خصهم يعتقلوهم، وهذوك اللي قالوا مع اياب في ايران عفى الله عما سلف، اللي سرقوا صندوق الضمان الاجتماعي وسرقوا القرض الفلاحي وسرقوا صندوق التقاعد، هذوك اللي خصهم يكونوا بالحبس، ماشي السيمو القناوي. هادي شي مده نص ساعه ولا 20 دقيقه، مفاده ان تم تجميد اي حركه موسيقيه ديال الراب، اي تجمع فيه الراب، واي حفله فيها الراب. هاد الايام كلها حتى نمر راس العام عاد تناقش هاد الحاجه هادي مأكده 100%. والسبب شنو هو؟ اننا فقط كنملوا الراب. بالنسبه للخلاصه تاع هذا الشيء، بلا الناس السيمو القناوي ضربوه بعام تاع الحبس وب 500 درهم غرامه. وبالنسبه غادي تخليوا لي في كومونتير شنو قال لكم في هذا الحكم وهذا البلان هذا. ولا اول مره كيدخل القناه مستناو يشارك ويدق على الجرس باش يوصلوا كل جديد. وبالنسبه دابا للمغرب، يعني ملغي اي تجمع فيه الراب واي فيستيفال فيه الراب دابا، يعني ممنوع دابا في المغرب على ما يفوت راس السنه.